تأملنا بنعمة المسيح في هذه الفرصة الطيبة على إبراهيم وعنوان التأمل الجزء الأول من آية 8 في عبرين 11 بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع هنرى الكلام ده في سفر التكوين أصحاح 12 وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الارض الرب لما يتكلم كلام كل كلمه يقولها الرب ليها معنى وكل كلمه يقولها الرب يلتزم بها الرب الرب ما هواش بيبالغ في الكلام وبعدين يقول لا ده انا كنت أبالغ في الحته دي والرب ما يقولش كلام ويتعداه الرب كلمته ثابته واضحه ادرسها تستريح ايه بالظبط العهد بين الله وابراهيم ايه بنود العهد احنا متعودين هنا على كلمة عقد بينك وبين انسان خلاص ادرسوا كأنه عقد ايه العقد بين الله وابراهيم ابراهيم عليه ايه والله عليه ايه نشوف الرب قال له ايه قال الرب لابرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك انا ترد تردوا علي انا بسال عشان نطلع احنا مع بعض الجنود لحد مع بعض اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك فاجعلك امه عظيمه واباركك واعظم اسمك وتكون بركه وابارك مباركيك ولعنك العنه وتتبارك فيك جميع قبائل الارض ناخذ اول خطوه في بعد الدعوه دي الدعوه دي يقول هنا ايه قعد اربعه فذهب ابرام كما قال له الرب وذهب معه لوط وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حران طب ما حرام مش بيت أبوه حرام مش بيت أبوه ما بيت أبوه فين إبراهيم كان في الخلدانيين فطرح أبوه خد إبراهيم وخد لوط وخد سراي وطلع معاه عشان إيه يكمل رحلة لأرض كنعان الأرض اللي ربنا حررها ما عرفوش فين أرض ربنا حرها له ففي السكة وصلوا في حران هناك وبرشوا وقعدوا هناك ليه؟ طلعت أرض كويسة وفيها تجارة كويسة ومكاسب كويسة قعدوا هناك فربنا اضطر ياخد طرح عشان إيه؟ يبقى إيه إبراهيم هو المسؤول فأخد طرح خد رحبوه أبوه له دعوة تاني في حرار هناك اطلع تعال كان عنده 75 سنة جاءت له دعوة تانية هي الدعوة جت له قبل كده لما كان في أور الكلدرين دي مذكورة في سفر أعمال الرسل كرها له رب تاني في حرار على طول راح مصدق راح طالع هو مش عارف راح فين ماشي 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 لغاية لما وصل إلى أرض كنعان ويقول وظهر الرب لأبرام عدد سبعة وقال لنسلك أعطي هذه الأرض قال له بقى هي دي هي دي راح بنى هناك مذبح لنسلك أعطي هذه الأرض طب ما تعينها أقول له كويسة أقول له وحشة ما تعجبكش أنا وأنا ليه خيار في حاجة أنا عبد الرب يديني الأرض دي زي ما تكون دي أحلى حاجة مش هو اللي عايزها لي أحلى حاجة أدي إيمان إبراهيم أنت قلت لي هديك الأرض دي لاحظ إن إبراهيم ما عندوش وقت ومراته ما بتخلفش هداله إزاي ما يعرفش لكن قال له كده قال له خد الأرض دي خلاص صدق آمن إبراهيم بالله فحسب له بر هذا الإيمان البسيط تقدرش تكون عيل في إيمانك هي إيه العيل تشتمنا طب ده المسيح جالها. قالها ما جالهاش المسيح إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد مش هتدخل ملكوت السماء ما فيش راجل بيدخلها بيدخلوها العيال بس بس المولودين من فوق تتولد من فوق تدخل مش هتتولد من فوق مش هتدخل بلا فلسفات وبلا دراسات بكل بساطة آمنت بيك يا رب تخلص على طول هو ده الإيمان آمن إبراهيم بالله فحسب له برا دي خطوات ايمان ابينا ابراهيم صدق ونفذ وطيع خلص الموضوع صدق ربنا تم عليك في العقد استريح ابراهيم تمم العقد خد البركه طب ايه الفرق بقى بين انسان بيتمم العقد ويسمع الكلام ويطيع وفرق ما يسمعش فرق كبير أوي فرق كبير جدا أول بند في العقد أو في العهد تؤمن تخلص تاني بند بقى لازم تتعلم ان إلهنا اسمه إله أمانة لا جور فيه دي مذكورة مش كده قالها موسى إله أمانة لا جور فيه للأسف ما فيش حد في البشر يقدر يقول أنا أمين بلا جور بس بيفرق البشر عن الآخرين بمستوى الجور ده يعني واحد الجور بتاعه زيادة شوية واحد الجور بتاعه خفيف يعني واحد الظلم بتاعه جامد واحد الظلم بتاعه خفيف واحد متقل اوي في الرزاله واحد رزالته خفيفه لكن ليس بر ولا واحد فينا فكل ما تكون رزالتك خفيفه كل ما تكون حياتك اسلم والذ تستريح تستريح اكتر وكل ما تكون رزالتك تقيله ياه يبقى دمك تقيل على قلب ربنا وقلب البشر وقلب عيلتك وقلب نفسك صدقني وتتعب الكنيسه وتتعب اللي يشوفوك للاسف ابراهيم تعب قلب ربنا وتعب قلبنا كلنا الشيطان اللي ده خد البركه الشيطان ده يسكت ما يسكتش لا ليك ولا لابراهيم ولا اي حد ولا للمسيح ماسكتش المسيح راح جربه 40 يوم يجرب من ابليس طبعا المسيح انتصر نشكر ربه احنا نجتهد ان احنا ننتصر قد ما نقدر طب ابراهيم خد البركه نفذ اللي عليه ربنا هيدها أنا له أنا اشيلها ازاي لكن على الاقل لك وكعبله كعبلوا صحيح حاجة غريبة لكن حصل فعلا ده انت الرب يتكلم معاك قال لك روح طب والظروف اللي انا فيها دي الجوع شديد يا عمي الجوع شديد زقة كانت جامدة أصلها قال إبراهيم مش هتحرك إلا بزقة جامدة لازم زقة جامدة عشان يتحرك زقة جامدة اعمل إيه؟ أعمل إيه؟ هموت من جوع؟ طب شوف ربنا مش هو قال لك تعالى الأرض دي وأنا أديها لك طب هيموتك من جوع ازاي؟ تموت من جوع ازاي؟ يبقى ربنا كذاب بيضحك عليك يعني ازاي تموت من جوع؟ اكيد هتموت لما تشيخ وتشيب وتخلص امورك كلها وتخلف ويبت حاجة وراك تاني لا اتخضيت جوع شديد قوي ما فيش الاكل ما يكفيش الاسبوعين بس ما تستنى لا طيب ايه بقى حكايه الاتفاق يا ابراهيم ده انت يعني خربت الدنيا بتقول ساره تقول انك انت اخوها احنا بنحس كده عايزين نقول لابراهيم ايه اللي عملته ده لكن هو ما كانش ده رايه ولا ده توقعه امال هل قال ازاي يقول انك انت اختي وده معروفك معايا ايه الحكايه دي اللي حصل الاتي يقول كده الكتاب وحدث لما قارب ان يدخل مصر مصر ايه مصر حلوه ليه فيها اكل وانا جعان ولكن مش هكفي اسبوع ولا اتنين ده اللي معانا ده فلازم نروح مصر لما جه يقرب على مصر على خضوض ده هنا ده هنا بلد غريبه و وفي بلد فراعنه يعني هنا أقوياء قوي يعني شوفي بقى أنت جميلة قوي يا سارة واللي يشوفك يتمنى يتجوزك كان عندنا وقتها حاجة وستين سنة يشوفك يتمنى يتجوزك فطبعا لما اقول انك أنتي مراتي يبقى مش عارف يجوزوكي فما اسهل من قتلي ويجوزوكي طب أي أيه تعمل ايه يا ابراهيم قولي انك اختي لما تقول أنتي اختي هيودوني هيكرموني أكون مكرم في عينيهم هو قصده يعني لما يحب يجوزوكي يبقى يجي يطلبك مني أنا أقول له هي مش عايزة خلاص يعني مش قصده مش في باله أن ممكن فرعون نفسه ياخدها يعني كان قصده يعني ايه تضحك عليهم يعني سيبها أختي بس مش عايزه تتجوزي خلاص خلص الحكايه هيعملوا ايه يعني لكن لو انا جوزك يبقى انا قفلناها لهم فيخلصوا مني يخلصوا مني عشان يجوزوكي فكره يعني المخ بيشتغل اول نقطة تاخد بالك منها وربنا يدي نعمة أخذ أنا بالي منها خد بالك من الحديد المزحلقة دي خد بالك منها خد بالك منها مكان تقول علي جنة الرب مكان تشتهيه وتتمناه وهتتجنن تروح خد بالك لا يكون خدعة شيطانية الشيطان اللي لك مش الرب إذا الرب شغلك بحاجة افحص الأمر جيدا لما تلاقي نفسك مربوطة على حاجة كده تاني حاجة تفحصها افحص الزقة دي الاحتياج اللي عندك ده الحاجة الملحة اللي حاصلة دي جوع ولا عطش ولا حاسب 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 تالت حاجة حاسب من عقلك حاسب من عقلك الشيطان يستخدم الحكمة الإنسانية المقنعة المعادلة اللي عملها في دماغه قولي إنك أختي هاخد غنم واخد بقر واخد كرامة واخد جمال وانت معايا ايه المشكله واحد عارف انت مراتي ولا انت معايا في بيتي بس اكسب ان والتانية والثانيه صدقته لا ترتكب الخطا واول من يحميك من الخطا مفروض شريك عمرك شريك حياتك مش سهله لك يلا يلا نغلط كانش عامل حسابه على الغلط كان شامل حسام ولا فرعون نفسه حيث في موضوع مخ مخ شغال وياما المخ ما بيتكلم ضد الايمان في مثل الرب عرفوه بالعقل لا ده الرب انكره بالعقل كثير جدا العقل ده المخ مش ربنا خلهلنا لنا عشان نستقل عن الله خلقهن عشان نستأثر كل فكر لطاعة المسيح مش نبتعد المسيح وصل هناك مصر يمكن ما كملش اسبوع اتنين حصلت الكارثه واخذت المراه الى بيت فرعون بين ساره فيش شو بقى اللي طولها لك راحت فين بيت فرعون فحدث لما دخل أبرام الى مصر انا المصريين راوا المراه انها حسنه جدا طلعت ده احسن مما كان فاكرها أبرام حتى وراها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فاخذت المراه الى بيت فرعون كان ابرام منتظر ايه خير حصل له ايه خير ايه الخير ده فصنع الى ابرام خيرا بسببها صار له غنم وبقر وحمير وعبيد واماء وأتن وجمال إراك إيه يا أبرام كده أحسن ولا كتسرى معاك كل حاجة خلصت خلاص اتخذت عند فرعون وأنا جاي لي جمال بدلها هتجوز الجمال أنا هتجوز الغنم هخلف من مين خلصت بترجي لنفسك، نفسك واحد قال تعالى مصر خالص 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 فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة ايه بقى دي مالناش عليه والعجيبة ان فرعون عرف قعدت افكر عرف ازاي فدعا فرعون ابراهيم وقالوا ايه اللي عملتوا ايه ده انت عرفت من فين الموضوع سبب ساره ابراهيم عرفت فين جوزها ربنا ارشد غالبا السحره شو علاقه بربنا فرعون ليه علاقه بالسحره روحوا قولوا للراجل ده خلى السحر يشتغل غالبا يعني بحيث عرف فلما عرف طبعا ابرم كبر في عينيه قوي ايه ده ده نبي ربنا انا ده 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 عملت ايه؟ ايه اللي عملته فيا ده؟ ايه اللي عملت إيه ما هذا الذي صنعت به؟ لماذا لم تخبرني انها امراتك؟ لماذا قلت هي اختي حتى اخذتها لي لتكون زوجتي؟ هذه امراتك خذها وامشي حل عني خربت بيتي هو ذا امرأتك خذها اذهب خذوه لغاية بره أوصى عليه رجالا ده خطر علينا أوصى عليه رجالا فشيعوه ومرأته وهم واحد يطلع مراته وكل ما كان له في غمرة خطأ ابرام نجد سلوك بالايمان نتعلم منه ما نعرفش ابرام تصرف ازاي الحقيقه ما نعرفش ربنا خبى التصرف ستره لكن السلوك بالإيمان هو إن لما تلاقي في حياتك بوق يبوق يقول لك خربت، خلاص خربت، قل لا، لا تخرب والرب وعدني بالبركة، لن تخرب ما خربتش ما خربتش ازاي دي ساره خدها فرعون انا ما اعرفش يحصل ايه لكن ربنا عرف يحل يحل هيحل هيحل زي ما المسيح شافه ودن الراجل قطعها بطرس الرب يحل كل مشكله اوعى في يوم من الايام سامحني يقولوها بالصعيد عندنا تشيل طاين ستك تقول خربت خلاص انتهيت كل حاجه خلصت ان كنت مؤمن بالرب تذكر الرجاء في وسط عتمه الليل لما تحس ان الكارثه شديده خربت قل لا لا الرب يعطي الرجاء الرب يعطي المنفذ الرب يعطي مع التجربه المنفذ لا خراب لسكن الصديقين طريق الاشرار تهلك اما الابرار فطريقهم ممكن من الرب الصديق شبل ثبيت ولالهنا كل المجد للابد امين